ضبط واحضار لحسن. ماشي يا حاج. ضبط واحضار لي انا؟ ازاي يعني؟ ما فهمتش حاجه من المكالمه يا حسن. يعني ايه ما فهمتش حاجه؟ ايه ده، في ايه يا سعيد؟ مين دول اللي عايزين حسن؟ ما المكالمه كانت قدامك يا كاميليا، ما فهمتش حاجه من الحاج يا جدعان. هو في ايه يا حسن؟ في ايه؟ لما افهم انا اللي بقولك في ايه؟ اروح لهم افهم وابلغكم. لا تروح لهم ازاي من غير ما تفهم؟ لازم تفهم الاول. يعني استناهم يجي ياخدوني بقى؟ لا، على الاقل كلم صلاح يبقى معاك محامي، ما تروحش لوحدك كده. خلاص بكلم صلاح في الطريق. يلا سعيد. يلا يا ريس. انا هروح معاك. خليك يا كمالي، خليك. يلا يا سعيد. يلا هطمنكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. هو في ايه يا كماليا؟ معرفش، بيقول البوليس طب عليه على المعرض وعايزين. بوليس؟ نار اسود. على المصايب دي هموت. هو انت ما عرفتش هما جايين لك ليه؟ وبعدين؟ لا انا هكلم الاسم اللي انت تابع ليه. انا لسه واصل المكتب حالا. طيب هجي لك على طول. هفوت عليك على المعرض ونروح سوا. ماشي؟ سلام. بعدين في المصايب دي. بعدين الجواب ده جه من النقابة يا ريس. انت ناقصها كمان. خير ان شاء الله. هيجي منين الخير؟ اعتذر للناس اللي بره واديهم معاد تاني. تحت امرك. الو، عايز اشوفك دلوقتي حالا. حالا. يلا سلام. خش يا ابن المؤذية. يا باشا، ما انا قلت لسعادتك اللي ماليش دعوه بالحاجات. اكتم يا ابني، انا ما اكشم لك. في يا جورج؟ في ايه؟ مين الواد اللي مصاحبه زي الذبيحه ده؟ استلم يا معلم، انا كده برأت ذمتي ان اخوك حسن، ده الواد اللي كان متهمني فيه، وعلى فكره اول ما لقيت الواد دوت كلمت حسن على التليفون وما ردش عليا، عشان كده جبتهولك، تسمع بودنك وتشوف بعينك. انت ايلا، انا ليا دعوه بالعمله السوداء اللي اتعملت في معرض الونش. يا باشا، ما انا قلت لسعادتك ماليش دعوه باي حاجه، اقسم بالله ما ليا دعوه باي حاجه، حرام عليكوا بقى. انت ايلا، انت انا ليا دعوه؟ للامانه لا. امال مين قالك تعمل كده؟ بالله عليكم سيبوني في حالي. بالله عليكم سيبوني في حالي، انا مش قدكم، انا عيل غلبان بجري ورا لقمه عيش. وهي لقمه عيشك انك تتسيق؟ بالراحه يا جورج، مش كده. الله، بالراحه، خلينا نسمع منه بالراحه. سرقت حسن ليه يا ابني؟ ما حسن الونش مسكني وعرف مني كل حاجه. هو حسن الونش وصل لك؟ ايوه، واعترفت له. اقسم بالله اعترفت له، قلت له سعادتك مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. سمعت يا معلم؟ انا كده ماليش دعوه بالليله دي خالص. ما خلصنا بقى يا جورج، وقعدنا مع بعض واتصفينا. لا ما خلصناش يا عاشور، عشان تعرف ان جورج موريس ما يبيعش صاحبه. لازم نعرف مين الواد ده، وخلاه يسرق حسن الونش. ما هو قال لك يا معلم انه حسن الونش قابله وقال له على كل حاجه. واحنا كمان لازم نعرف. انت يالا، مين اللي وزك؟ انت بس بقى. الله، الحمد لله ونش خلصت على خير. مش عايزين نتعرض له، مش عايزين مشاكل وقضايا ملهاش اي لازمه. مش عايزك تنسى، ضمنت على نفسك تعهد. حسن، ها؟ ماضي على نفسك تعهد. خلاص يا صلاح، قلت لي 100 مره، اعمل ايه يعني؟ انا خايف عليك يا حسن. عليك لما شفت، لما صرفت من دماغك حصل ايه؟ طيب المره الجايه بستاذنك. استاذ صلاح ما يقصدش يا ريس، وهو محامي برضه وفاهم وبنورك. قول له يا سعيد، ده مغلبني طول الوقت. بقول لك ايه، الرازي جاي هد شويه. انا قلت اعمل باصل برضه ورعايه العشره. لا يا غالي، انت ما عملتش باصلك. انت خفت بس البسك قضيه السرقه واجيب الواد يشهد. رازي، انا مش داعي عصافير، انا الويش. سامع يا متر كلامه؟ سامع؟ اهد العاصي يا رب. طب تصدق بقى حسن ان انا غلطان ان انا اتنازلت؟ بقول لك يا رازي، حسن بيتكلم صح، وادينا شلنا دي قصاد دي.
صفي يا لبن بقى. اللبن عمره ما يصفى مع نفوس متعكره، والمشوار لسه طويل والغالب مستمر يا رازي. وانا الغالب يا ونش الهزن. اما نشوف. يلا بصراحه. يلا يا حسن. لك انا غلبان. بتبدا من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه بتبدا من 149.